احمد بن عيلان بن بخيته بن كرازه السبوسي الان يصل يحتل المركز الثالث او الرابع المركز الخامس. وصل الشامخ سعيد بن مبارك بن مرخان في المركز الخامس. المركز السادس نجد منصور بن ناصر بن صرود الخيلي بحثا عن رمزي هذا الشوط بحثا عن الساعه الثمينه لهذه الانطلاقه. يصل شعار بن رشيد يصل مع الشديد شديد سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي ومن الجانب الاخر بالرايه يتقدم بالرايه هنا في هذه اللحظات. ولكن عوده الى مقدمه الشوط عوده الى الخطير حيث يتقدم هنا منصور بن ناصر بن صرود الخيلي الى مقدمه الشوط الى المركز الاول. الرسمي قادم الرسمي قادم علي بن راشد بالرايه المريلان يتحدى يتقدم الى المركز الثاني بينما بن صرود كذلك مع نجد في المركز الثالث. المركز الرابع القادمين هنا من خلال وجود بدران محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجه هذه النتيجه سوت زوبعه ولكن الخطير مسيطر الخطير مسيطر. وكذلك وصول نجد منصور بن ناصر بن صرود الخيالي وبن زيتون بن زيتون المجازف 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 ينتزع المجازف ساعة هذا الشوط. هذه مشاهدين الأعزاء لحظات انطلاقته لحظات تحديه. بدران بدران ما هو بدر واحد هذا بدران يتقدم مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. سلام منازف سلام سلام عيناوي سلام سلام للمجازف سلام. هذه لحظات وصوله الى خط النهايه منتزعا ساعه هذا الشوط. المركز الثاني لاحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل المركز الثاني بينما المركز الثالث والرابع ياتي لمنصور بن ناصر بن صرود الخيلي والمركز الخامس.
لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد من احتل المركز الخامس في هذه الانطلاقة. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت التحديات أيها المتابعين الأعزاء. ولكن نعود بالتوقيت الزمني إلى خط النهاية، إلى خط النهاية، إلى خط النهاية، حيث يتواجد بهذا الانطلاقة بخمس دقائق 54 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. هنا بدران منتزعا المركز الأول، هنا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري خاطف الناموس هذا الشوط. المركز الثاني هرمز فاجأنا في اللحظة الأخيرة بشعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي بخمس دقائق 55 ثانية، ستة من الأجزاء من الثواني تانينا، والناموس على هذا الفوز والانتصار يا الخطير. بينما المركز الثالث كان نجد لمنصور بن ناصر بن صرود الخيلي، توقيت الزمني خمس دقائق 55 ثانية، ثمان أجزاء من الثاني تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجميع على هذه المشاركة.